نهاركم طيب، مرحبا بكم. اليوم الخميس 22 فيفري، نتقابلوا معكم كيما العاده في اخر ايامنا للاسبوع هذيا مع برشا اكتواليتي، برشا فقرات. اليوم نتحدثوا حاجات جديده، نتحدثوا على فيلم وثائقي جديد، يكون حاضر معنا المؤرخ خالد عبيد من بعد في البلاتو، تحضر معنا كيف كيف وجهه الجندوبي، نتحدثوا على عروض جديده للعفشه مودامور، نتحدثوا زاده كيفاش نجموا نتعاملوا مع التويمه، اذا كان عندكم تويمه في الدار كيفاش التربيه السليمه تنجم تكون، كيفاش نجموا نتعاملوا معاهم، ومش بالضروره راهو تويمه معناها كل شيء كيف كيف. أكثر تفاصيل مع مدام ريم صيدي بعد في فقراتنا القارمة التنمية للبشرية، لكن البداية تكون كما كل يوم بالأكتواليتي وبالقاعدة متاعنا متاع قيوتنا. صباح مع الشلة، صباح النور ملاك. صباح الخير فاتن. مرحبا حسام، محرز نهار طيب. صباح النور. مرحبا به. نبداو بالجرايد كما العادة. حاجة هكا تغزر من هنا تلقى بوردو، تغزر من غادي. إي خويا متناسقين محليك. منورة بالأحمر. منورين منورين. به نبداو بالجرايد كما العادة، شنو عندنا في عناويننا؟ في عناوين اليوم عندنا، ممكن خلينا نبداو بالحدث اللي هو اليوم 22 فيفري 2018، اليوم 6 نتاع العشيه اخر اجل بالنسبه للقائمات اللي مازالت ما قدمتش ممكن ترشحات نتاعها. اليكسيون مونيسيبال شيرش كانديدا ديزيسبيرامون، هكا كتبت لاون نتاع جريده لابريس. نحكيو على تاريخ الانتخاب المهم، نحكيو على انتخابات البلديه، نحكيو ممكن على اقبال محتشم في الايامات الاولانيين، شفنا ممكن تحسن شويه الاقبال نتاع التسجيل بالنسبه للقائمات في الويكاند، وحتى انه تم تسخير بعض المؤسسات العموميه على اساس كيما البلديه والقبضات باش اذا كان ثم اوراق ناقصين ولا اجراءات معناها اداريه يكملوها، لكن للاسف فاتن معناها ما كانش الاقبال كما كان مرتقب بالنسبه للتغطيه لكل البلديات. ثم برشا قائمات مستقله وثم قائمات حزبيه، ثم اللي يقول لك راهو قائمات مستقله ذيك شكليا لانه ثم برشا قائمات مستقله اليوم التحقت بالاحزاب فآليا هي قائمات حزبيه مش مستقله. هذا الكل مش مهم، اعطينا اليوم التسجيل في الانتخابات، اعطينا اليوم المواطن يتوجه لصناديق الاقتراع في التاريخ القادم بالنسبه لانتخابات البلديه ويقوم بالانتخابات نتاعو. للبارح فاتن الهيئه العليا المستقله للانتخابات معناها وصلوها 1221 قائمه انتخابيه، 12 بلديه كانوا مسجلين وقدموا على اساس بالنسبه للتسجيل لهم، وحتى ترشح كان بالنسبه لبلديه واحده. مازلنا ما نعرفوش، احنا البارح حتى تسالنا معناها كنت في حوار خاص انه هل انه في صوره ما تمش تقديم ترشح البلديه شنو يصير وقتها؟ يتم الغاء تاريخ الانتخابات البلديه والا لا؟ قالوا لي لا، تصير انتخابات جزئيه فيما بعد، لانه نجم نلقاو بلديات اليوم من غير حتى ترشحات تصير كما صار مع المانيا. حتى مترشحين هذاك علاش اليوم نستناو حتى الستة نتاع العشيه، ممكن تتغير المعادله، ممكن ثم شكون يستنى اللحظه الاخيره، برغم اللي راهي مش باهيه اللحظه الاخيره لانه ثم ساعات ثم اوراق قدامك ما نجمش يديرك. يعطيك الصحه. نواصلوا مع جريده الصباح في الصفحه الثامنه كما قاعدين تشوفوا معايا، يقول العنوان بعضها تجاوز فيها الفراغ السنه 30 شهورا في خطط المعتمدين، الحكومه لا تكترث والبلديات لن تاتي بالحل. يعني فاتن كان عندنا مره ستريمينج وكان عندنا ربط مباشر من جابس كان تتذكر، يعني الاشكال والمعضله اليوم ما ثماش معناها خطط وظيفيه اليوم شاغره في الوقت اللي تونسي عنده معناها مسؤوليات وعنده اجراءات يحب يقدم، لكن تتعطل الاجراءات هذه اذا كان ما يكونش المسؤول موجود. اذا كان نحكيو اليوم على 30 شهور في المعتمدين معناها رقم كبير برشا، رقم كبير برشا. واذا كان نعرفوا اكثر اللي هما خدمه المعتمدين مرتبطه بخدمه الوالي وبالخدمات الاداريه الاخرى، كيعرف لك هو المعتمد يقول لك معناها اللي هو يباشر مهامه بالمعتمديات الترابيه الراجع عليهم بالنظر، ويقوم تنشيط وتنسيق ومراقبه المصالح المحليه الادارات المدنيه التابعه للدوله الراجع عليهم بالنظر. فتفهم انه المصالح نتاع المتساكنين نتاع المنطقه هذيك باش تتعطل. هو المقال حكي على بعض الولايات وحكي على بعض المناطق الداخلية، حكي على سبيل الذكر للحصر يقول أهالي فوسانة من ولاية القصرين، ثم زاد في القروان،
ثم عديد المناطق اليوم في ولايه الجمهوريه ما نحكيوش على العمده، على المعتمدين، معناها حتى كان ثمش عمده ينجموا يتصرفوا، تنجم معناها ترجع بالنظر المعتمد ولا ترجع للوالي. يكون ما فماش اساسا لا عمده لا معتمد قادمين على انتخابات بلديه حاجه ماهيش ضروريه راه ما فماش الوظيفه هذه من اساسه، دونك هكايا نعطلوا في مصالح الناس، وفما برشا ناس معناها تنجم تكون تعاون في البوست هذوما، دونك فماش علاش ما نلقاوش. اكيد وجاي انتخابات بلديه هذا الاشكال. المغرب في اللايون نتاعها كيف البارح في التصريح الناري خلينا نقولوا في سيدي بوزيد امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل اعطى تصريح، وممكن ملخص تصريح هذا يطالب اليوم بتحوير وزاري. تفهم ثم قراءات متعدده للتصريح هذايا. في جريده المغرب كما قاعدين نشوف في اللايون اتحاد الشغل يرفعوا الورقه البرتقاليه في وجه الحكومه، انا ما نعرفش هذه في الكوره لنعرف الصفرة والحمراء اقرب للحمراء بيناتهم الزوز بيناتهم الزوز. لا قال لابد من في ضخ دماء جديده في بعض مفاصل الدوله دون استثناء، وشفنا حتى تصريح ممكن القيادي والامين عام مساعد المباركي بوعلي المباركي يقول البلاد تسير في اتجاه خطير والاتحاد لن يقف كمتفرج. علاش فاتن قلت لك يعني واللهجه تحسها حاده شويه ملكة انا الاوان وكفينا من السياسيين اللي يقفوا بالنواح والبكاء هكا اللي تغم. البارح وصل رسائل امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، والمعروف والمتعارف عليه انه الاتحاد هو ممكن اكثر منظمه اليوم تدعم وتساند رئيس الحكومه في خياراته وحتى في تمشي الحكومه هذه، لانه وقت اللي تركته الاحزاب وقت اللي شفنا تجاذبات سياسيه وبعدوا عليه الاحزاب بعدوا على رئيس الحكومه وعلى الحكومه هذه، الناس الكل قالت انه الاتحاد قاعد يساند فيه لاخر رمق. لكن اليوم التحوير الوزاري لهجه جديده، لغه تتبدل على 180 درجه، اكيد القادم يعطينا ممكن يكون تصريح اوضح من امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل. ثم شكون قرا على اساس انه التحوير قداش من رئيس الحكومه، ثم شكون قال لك ليه ممكن هو ثم وزارات غير راضين على اداء معناها الوزراء الموجودين على راس الحقائب الوزاريه هذه، وكثره التاويلات في انتظار انه جينا ممكن تصريح اوضح من التصريح اللي اعطاه امين عام الاتحاد العام التونسي للشغل البارح في سيدي بوزيد. مني زاد قد يكون المواطنين زاد يقول لك مالك كل مره تحوير وزاري تحوير وزاري، وزير يشد وزاره يحب له قداش من شهر باش يطلع على الملفات، هم زي ما سخنش بلاصته واحنا نقول ويا نهايه اللي بعده وهذا ما يعملش. الاتحاد كان عنده نفس الموقف هذا رفيتا في فتره من فترات وقت اللي طالبت الاحزاب اليوم بالتحوير معناها طلبت عندها ثلاث جمعات التالي بالتحوير الوزاري، وقت الاتحاد قال ليه ما عندناش الوقت شنو اللي غير هذا هذا السؤال اللي تطرح هذاك. علاش قلت لك ثم نوع من الضبابيه، شنو اللي صار اليوم بين الحكومه و الاتحاد العام التونسي للشغل. نختم جريده الشروق تحكي على القائمات السوداء، الله يورينا السواد، لكن القائمات الكل يظهر لي ما قعدتش حتى قائمه ما ضموناش فيها. عن الرقم القياسي. نعم، منها حمايه السفن، الحقوق الفرديه وحمايه المعطيات الشخصيه، تونس مهدده باكثر من 50 قائمه سوداء. يعني القائمات عمرنا ما سمعنا بهم، هنا نسمعوا بهم اليوم وهنا يتحكي عليهم اليوم. انا حبيت فقط نقول لكم اللي ممكن القائمات القريبه اللي ممكن يتم تصنيفنا فيها كما حكينا هي المعطيات الشخصيه، الحرية الفردية، أمن السفن، وقبلها نعرفوا تصنيفنا كجنة ضريبية. لكن المفارقات وين فاتن اللي بهتنا اليوم هو التساؤل اللي طرحه المقال، يقول لك اليوم هل العالم كله ضدنا؟ هل نظامنا فاشل؟ هل أخطأنا أم لا؟ يعني طرح جملة من التساؤلات. في المقابل البارح يتم معناه سحب ليبيا من قائمة تبييض الأموال. هذا جد مش أقول لك حتى يعني أكثر من استفهام، معناها اللي ترى الاستقرار اللي عندنا في تونس وترى وضعيتنا الاقتصادية وحتى الوضعية الأمنية. مؤسسات اللي ضمن التواصل معناها رغم الظروف اللي تعادت بها البلاد، نقم مؤسسات الدولة ديما واقفة وموجودة. هل أنه لهالدرجة نحن أسوأ من ما نعرفش من الشقيقة ليبيا برغم اللي نعرفوا وضع معناها ملك نوع من الثراء. السؤال اللي تطرح هو لحد الان هل يعتبر انجاز اللي عملته تونس انه خرجنا من الليسته نتاع التصنيف كجنه ضريبيه وقت اللي نراو انه ليبيا ونعرفوا كلنا الوضع اللي صاير وان شاء الله ربي معناتها يفرج عليهم معناتها الاشقاء في ليبيا، الوضع قال لك انه خرجوا من الليسته نتاع تبييض الاموال وتمويل الارهاب. تصور انت معناتها من هذا يكون هم خرجوا من الليسته، معناتها هل احنا يعتبر انجاز اللي احنا خرجنا من الليسته؟ معناتها هذا طرح برشا تساؤلات. يمكن البارح بالذات تعاود رجع الديبا زي مره اخرى حكايه القائمات السوداء، يقول لي مره جايه في بالك باش تعطينا القائمات البيضاء اللي احنا فيها كاو. زعما فما قائمات بيضاء احنا فيها؟ نحاول نعطي موجات ايجابيه، وكي نلقى قائمات بيضاء انا اكثر انسانه متفائله، اما هاني نحاول نكون متشائله بين التشاؤم والتفاؤل، لكن هذا اللي تحكيه وهذا اللي تقال اللي موجود في الجرايد اليوم. وديما فاتن خلينا نطرحوا نفس السؤال طرحوا المقال، هل انه لهالدرجه نظامنا فاشل والا ثم استهداف اليوم لبلادنا معناها بطريقه او باخرى؟ معناها
قائمة هذه عمرنا ما سمعنا بها قبل، برغم اللي كانت مؤشراتنا باهية وكانت مرتفعة وكل عمرنا ما سمعنا بالقائمات هذه، لكن ما نعرفش علاش اليوم ظهروا الكل 50 قائمة معناها. باهي، سؤال مازلنا نستناو له في الإجابة. نمشيو مع حسين نشوفوا شنو اللي عندنا اليوم في الإنترنت، ومن بعد نختموا مع محرز وأخبار الطقس. باش نحاول نعطي بعض الأخبار الإيجابية والحاجات القائمات البيضاء كما قلت. ونحن في حاجة إلى ذلك. ولو حكينا قبل على حاجات في القائمات البيضاء، حكينا مثلا وقت تصنيف تونس أنه هو البلد الحر الوحيد في شمال أفريقيا وفي المنطقة، فهي حاجة تنجم كانت تفرح. أما باش نحكي مرة هذه على صورة جينا من مطار مفيدة البارح. وصول 160 سائح من الصين تقريبا تعاون جديد لاول مره يصير ما بين تونس والبلاد هذه، معناتها في الميدان السياحي. وبالعدد هذا 160 ما يعتبرش عدد كبير. وين ماشيين حسام؟ المهم وين ماشيين؟ افكتيفمون الحاجه الباهي انه اول مره يمشيوا في سيركوي اللي هو يعتبر غير تقليدي. مشاو للقروين. قروين اي. اول ما هبطوا مشاو للقروين، جاو في فتره اللي هي تتسمى معناتها بالنسبه للناس اللي يفهموا في الميدان السياحي تسمى الباد سيزون. معناتها تويكا ما هوش معناتها مش موسم، معناتها ذروه الموسم السياحي في تونس. السياح الصيني معروف انه يلوج، معناتها ما يقعدش في بلاصه واحده، يقعد في الاوتيل وكل حتى ياخذ ابوزه من برا ما يخرجش من الاوتيل. بالعكس ثقافه اخرى. فوالا ثقافه اخرى. والصين تو نعرفوا دوله معناتها متقدمه وقاعده تتطور، وحاليا الكلاسمون نتاعها معناتها في البلدان العالم يظهر لي معناتها من غير ما نحكيو عليه. فلذا معناتها برشا قالوا صحيح 160 بعض العباد اللي تنبر قال لك 160 حتى يطلع في تاكسي تقعد نقصب نص في الصين نحكيو. اما هذا ما يمنعش اللي في تونس. اي ما يصيرش، ما هو بدايه الغي في قطر، هذاك هو معناها. اليوم اختاروا وجهه القيروان، ونعرفوا نسب البطاله اعلى نسبه بطاله في القيروان، نعرفوا الفقر كيف كيف يعني. وبرغم وتنجم تعرف شويه معناها الميولات نتاع الناس هذوما انهم يلوجوا ساعات بحاجات ثقافيه اكثر. اي والقيروان من اكثر المناطق الغنيه بال واللي عندنا برشا شباب قاعدين يقراوا في اللغه الصينيه. معناتها باش يكون فما تراقع حضاري كبير ياسر، وهم يحبوا اللغه العربيه، ونعرف برشا مع الشينوا يجيو لتونس باش يقراوا اللغه العربيه. هذه حاجه مهمه جدا. بين نمشيو لخبر الصوره اللي تجي بعد ضيفوهم هداو لهم شويشيه شويشيه مشموم فرحوا بها تسويق، نوع من التسويق باهي كله مجهود. صوره مزينه ما ننساوش اليوم مازال كالئين برشا معناتها كوتي السوشيال ميديا، معناتها تصورت تصورهم تابعه على انستغرام بارتاجيو برشا. ومش تعمل حاجه، هو الجروب معناتها المزمر معناتها في الشنوه يظهر لي فيه ملايين. اي معناتها نتصور باش يكون نوع نتاع سياحه كبيره ياسر اكيد، وان شاء الله الكاليتي نتاع السياح معناتها الصينيين يكونوا خير شويه من الكاليتي اللي جاتنا عاملين ولا نتاع الرواسه. من الاول كانوا باهيين وبعدك مشات وتحت شويه معناتها المستوى. ان شاء الله تكون المستوى باهي، لانه السياحه تونسيه مساهمه بدرجه كبيره ياسر في تقدم تونس وصوره تونس. صحيح. الصوره من بعد جينا من الادارات التونسيه. انا ساعات نلومه على الادارات، اما بربي يشوف السيد كيفاش عمل. الزرافه الموظفين ساعات نلومه عليهم ونقولوا ربي يهديهم وكذا، وربي يشوف السيد كيفاش عمل. اسمع هو اولا كيفاش راسه دخل غادي على خاطر البلاصه هذيك صغيره. يعمل في اليوغا. وثاني حاجه راهو بالحق ساعات انا بيدي كي نمشي الموظف كي كلمني ما نسمعوش معناها. يعطيك الصحه باش نعمل نفس الموضوع. ما تسمعش ساعات تقول له نعم سامحني ما سمعتكش. هو يبدا يتقلق معناها خاطر يعاود لك برشا مرات. باش تعدي منه الاوراق، لكن كان من الاجل انه البلاره تكون فيها هكا معناها يعني ساعات حتى فيها كل اي ما نسمعك وتسمع. والله لا نسمع انا ساعات يحب يشوف يمكن وقيت شهريه حتى هو. قال الحكايه مش اول مره تصير، مع صارت برشا مرات في برشا ادارات. حتى ساعات تبدا مثلا في بلاصه بالحق الموظفين، احنا ساعات نقولوا موظف والجيشيه تبداوا فارغين وكذا، اما راه مواطن اثنين ثلاثه اربعه يجيك ساعات مواطن كيما كش حبتهم. خرج راسه من بعد. ولا بالكاسكيت. فاهمين نحاولوا البلاره من بعد. انا نتصور كما سبوني الشهريه راسي ما يخرجش. نتصور ماشي. بيه على كل هو والله هو معناها مكروش اما على غالب الضحك تحكي يعني على المركه اللي امر ما نجمش نسمعوا فقرر يقدر الله اعلم. تعطي السوره اللي بعد، السوره اللي بعد جينا من امراه كبيره، المراه هذه معناتها المدام رقيه. شوف الزرابي كيفاش قاعد تصنع بهم، شفتك اللي يكبسوا بهم الوحده نتاع الياجور في الكمين الكبار هذوك ما يطيشوا. لا هذو ما يطيشوهمش، هذه تعمل بهم زرابي افكتيفمون. معناتها هذه واحد مشروع اللي هي واحده من الجمعيات معناتها اللي يعملون في المنطقه، يعملوا هكا مشاريع وكل مره يمشون بلاصه لبلاصه ويشوفوا العبيد اللي قاعد تعمل في افكار جديده. انا شفت بعيني عبيد ايش قاعدين يعملوا. شفتك الحديد يكبسوا به الفريب باليت على الفريب يقصوه يعملوه قصات نتاع الشيشه ويهزوا بيعوهم القهوه اللي هم قاعدين يطيشوا. معناتها فما ناس قاعد تخدم، فما ناس قاعد تستنبط، وهذوما معناتها لازم نحكيو عليهم، لانه معناتها ما تقعدش تستنى باش انسان يعاونك ولا انسان يعطيك منحه. شوف حاجات باش ما تقعدش تطيش، يعمل بها زرابي، وزرابي معناتها مزيانه طريقه ايكولوجيك باش ما يصير حلوه. يعطيها الصحه مدام رقيه. صديقه للبيئه.
صديق البيئة ومعطي دخل فلوس. دخل فلوس ما تقعدش تستنى حتى لين المعتمد يعاونها ولا شيخوخة ولا غيره. طريقة يدوية يعطيها الصحة مدام تطوين يعطيها الصحة. معناتها الصورة مصورة المزينة اللي نشوفوهم، تويكا فما ستاتيو آخر خايب شوية دار برشا البارح، اللي هو يحكي على بنية كانت واقفة وقدامها مع تيتيديون أفريكان، طالب أفريقي يقضي في المارشي. 20 دينار، خذا بها كيلو بطاطا، كيلو طماطم، خذا ربطة مع دنوز، زوز كعبات قارص، وواحدة خس. قداش يتكلفوا نورمالمون؟ يتكلفوا اقل بالطبيعه، ممكن تم معناها استغلال انه استغلاله اعطاه من 20 رجعت 200 فرنك جنسيه وما يعرفش معناها يحسب له هذوما ب 19 دينار و 200 19 دينار و 800 احسب له بسعر الصرف لا رجع له 800 هو اي رجع له 200 فرنك لا لا هاي طلعت حسبته 19 دينار و 200 دونك رجع له 800 والله باهي الخضار معناها جابها بال 200 معناها حسبها عمل له حسبه جد عليه يعملوا الخضار الحكايه والله معناها عيب اللي قاعد صاير نورمالمون يتعامل معاه كيما اي تونسي ويعطيه نفس الاسعار هوني زاد يمكن شويه زاد هو الافريقي هذا ما يعرفش الاسعار ثم خضار قال لك حسام ساعات يعديوها عليا ثم خضار حتى مع التوانسه معناها يتعاملوا بنفس الطريقه وقت اللي يبدا ماهوش ملم بالاسعار ما يعرفش معناها سوق يحسب لك حسبه قلت 7500 و 3200 ما تقول حد شيء بعد كردونا وقال لك نطلع بربع نهبطوا بستة ستة في الأربع 15 ستة 7200 ديما عندك 200 فرنك هذيك زايدة ديما ولا 50 ولا 20 هذيك يطير بها العين معناتها موجود هذا موجود فما الناس اللي كوريكت زاد كيف كيف فما زاد بربي يحطوا وكل بلايك راهو إجباري تحطوا لنا السوم باش أنا نعرف روحي خذيت رطل نعرف نقسم على اثنين نلقى رطل اللي أنا شريته قد شريته صورة خايبة صورة خايبة أنت الاتيو هذا يعرف هو حاس اللي معناتها السيدة هذه معناتها باش ما نظلموش زاد راهو التوانسة هذا موجود في كل بلاد احنا زاد كي نسافروا لبرا زاد يفرحوا بينا من النوعيه هذه. نحكي في مصر صارت حاجه كيما هكا انه في مصر طريقه لا ينبوك من المطار. تدخل تعرف تجاوبوا بلهجته باش ما يفهمش اللي انت ماكش تونسي. ولاد المنطقه معناتها المسار يقول لك راهو بلادنا باهي ومحلاها مره ترد بالك راه فما برشا ناس معناتها باش تحاول تحايل عليك. أي. تصير حتى في تونس تصير مع بعض مثلا البضائع يولي السوم تاعها دوبل. صحيح. ولا مثلا الكورسه يقول لك لا راه نخدم بالبلاصه ما نخدمش بالبلاصه. في السوق التقليديه نتاعنا. خلينا نقولوا في الاسواق يعاملوا لي توريست بسعر أما اخر اما اللي انا شفته هو توا حسام زد على مصر هو كمثال يمكن خاطر معروفه برشا الحكايه في مصر بالطبيعه كمثال مش مصر اما مصر اكثر من تونس برشا راهو اكثر من تونس معناها احنا في تونس مثلا مش يزيدك السوم التوريست نقولوا احنا بين ذا يزيدك 20000 30000 10000 انت والقطعه شنو معناها في مصر عادي تلقاها في اثنين في ثلاثه في الاربعه وانت من بعد وجهدك قداش تنجم تطيح وهذه قلقه برشا المساروه اللي هم اصلا قداش مره يتكلموا يقولوا راهي قاعده تسيل بلادنا وقاعدين يحاولوا يحاربوها الحكايه هذه والحاجه الاخرى الباهيه في مصر انه كي تطلع مثلا مع تاكسي ولد حلال ولا تحكي مع مصري ولد حلال يقول لك رد بالك راهو يعملوا هكا راهو هكا راهو هكا يعطيك معناها كيفاش تنجم تتعاملوا انت في مصر لا صحيح سامحني ذكرت هذاك السائح اللي جاء باعوا له 5000 شركه اللي عملها من بعد شركه قالوا له نتاع السلطان ديما شكون ولا لا فما في مصر صارت حاجه اخرى باع ورل على اساس انه ديناصور صغير لا والله صارت قسما بالله سامحني حتى اللي شريها زاد فما ناس ما تجد عليهم عقلوا وين معناها فما ناس تجد عليهم سامحنا مازلنا عندنا الديناصورات فما تونسي زاد في المانيا شدوه يحط القطوس يعمل له الحنه يبدل له لونه بالحق يبدل له لونه ويبيع على اساس انه معناتها راس جديده نتاع راس جديده نتاع قطاس وهذا راس جديده نتاع متحايلين ربي يهدي فن التحايل ولا فن اي معناتها موجوده في العالم كل التحايلات هذه موجوده تبقى انه الدوره نتاعنا انه ندوا بها باش الناس تفيق لان هذه صوره تونس اي ديما ردوا بالكم ديما الصوره من بعد مادام احنا قاعدين نحكيو على السينما وبعد باش يكون بحثنا ان شاء الله معناتها المخرج نحكيو قبل معناتها ما نوصل للصوره هذه فما الصوره نحكيو على المخرج اللي توفى سي طيب الوحيشي كانت وفاته البارح يمكن حاجه اللي حركت برشا ناس 70 سنه عمره عطاه برشا للسينما التونسي صحيح وان شاء الله ربي يرحمه يستناو الناس باش يعمل اوماج لانه قدم برشا 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 للسينما التونسيه وكان حاضر في المحافل الدوليه الكل يظهر لي السنه معناتها عام خايب شويه معناتها مش اول مخرج يتوفى وان شاء الله نستناو الجيل الجديد من السينمائيين التوانسه ياخذوا اعماله يعاودوا مثلا يعملوا دوك يحكي على مسيرته حاجه وثائقيه وانا عندي ثقه انه التلفزه ان شاء الله معناتها باش يعمل حاجه على الطيب الوحيش الصوره اللي من بعد لهنا باش نحكيو
على المترشح اليهودي اللي عمل الجدل به هو قال استعمل عباره اللي استعملوها التونسي الكل معناتها التونسي الكل تخاف ربي معناتها ما يجيش واحد يا خو الكلمه ذي باش يخدم بها معناتها بطريقه معناتها كوميرسيال كلنا نخافوا ربي وكلنا معناتها كل واحد يحاول معناتها يخاف على اولاده ويخاف على بلاده ويخاف على الحاجات هذه الكل اللي عمل الجدل اكثر من انه مترشح قالوا له انت علاش اخترت النهضه حركة الناس قالوا خاطرني يخاف ربي عليها نداء تونس ما يخافش ربي الجبهة الشعبية ما تخافش ربي معناتها فما طريقة معناتها إساءة استعمال العبارات ممكن برشا ناس ما حبوهاش هذه وتسوقت بصورة سلبية على الأخر فاتر صحيح اللي هو اللي خلى ممكن أثار له الانتباه أنه يهودي الجنسية اليوم تشريك كل معناها ديانات اللي شفنا حتى ما صغير للكبير فماش فرق بين التوانسه الكل حاجه حلوه حاجه باهيه هو اليوم نلقاه موجود معناها على حركه النهضه في وقت اللي النهضه نعرفوا اللي كانت معارضه انه يكون غير مسلم رئيس للجمهوريه دونك هذه بلديه ما فيهاش اشكال ممكن نعيش ايش معناها هو طموحه يقف في البلديه يقعد غادي خاف ربي هذيك وكانه الاخرين معناها ما يخافوش ربي معناها هي اللي اثارت الجدل وهي اللي اثارت ممكن امتعاض اللي تبعوني تمشي مع توجهي هذه تمشي مع ميولاتي تمشي مع افكاري نجم نسين يفهمها الحكايه هذه اما خليه نحطه في اطار الحكايه انا نتابع شوي لفوروم العرب مثلا منتديات العرب وش قاعدين يحكيوا عجبت برشا العرب قال لك انه في تونس حركه معناتها محسوبه على الاسلاميين على الاسلاميين قال لك دخل معاه مترشح يهودي هي في العالم مش اول مره تصير صارت اي موجوده أما لا في العرب معناتها تتسمى حاجه جديده واحنا في تونس راهو ديما في مصر عندهم كلمه ديما تتقال الحل هو تونس الاستثناء ديما الاستثناء بالنسبه لهم تونس معناتها رانا موديل اسويفر قاعدين يتبعوا فينا معناتها هذاك علاش معناتها الصور كيما هكا ماذا بينا نقعدوا موديل صحيح كلمات كيما هكا راهو ينجموا يقلقوا معناتها فما كلماتك اللي ينجموا يعملوا نوع من القلق بس الصوره الاخرانيه اللي باش نختم بها الصوره اللي جينا البارح من واحده من المسؤولين حكيت على لعبه الحوت الازرق هي طبيبه مختصه في المراهقين عطات شيء يمكن الشيفر هذا صار عليه جدل لانه تقول لي 80% من الاطفال التوانسه يمارسوا لعبه الحوت الازرق. اي انا على الاقل كيفاش نجموا يحسبوها كيفاش حسبت هو تعرف شنو هو المشكله حسام توا الجدل اللي صاير هل انه نحكيه مع الصغار في الموضوع ونقولوا لهم والا نحاولوا نخبيوا عليهم باش ما نثيروش فيهم حب الاتداع انهم يمشيوا يشوفوا ويلوجوا ويبربشوا المشكل انه رام الصغار كل يحكي انا البارح مشيت شراوح بنتي نلقاها واقفه مع صاحبتها صاحبتها تحكي لي على اللعبه بالتفصيل وقداش فيها من ستاد وفينا ستاد يطلب منك انك تقتل روحك وقلت لها انت لعبتها قبل قالت لي لا قلت لها شكون حكيت عليها قالت لي نعرف معناها هوني مشكل زاد زاد انا البارح واحنا في لافايات ممكن معايا حسام صغيرات شنو صغيرات معناها يقراوا في الليسي متعدين يحكيوا على لعبه الحوت الازرق طوريت حتى لو كان لعبه الحوت الازرق تمثل خطر والا لا الكيوريوزيتي الفضول نتاع صغيراتنا باش يسمع باللعبه هذه باش يقول لك انا خلينا نجربها ونشوف حتى كبار احنا شفنا اعلاميين مابطين على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هما دخلوا حتى مقال البارح ما نعرفش فينا جريده يمكن لو تون الحقيقه ما نتفكرش مقال كامل الصحفيه جربت اللعبه وحكيت على هو الصحفي لانه مش موجه للفئه العمريه ممكن على الكبار في العمر واللي عندهم نظر حاجه باهيه لانه يفسر الاولياء شنو اللعبه يقرا المقال ينجم يفهم دوكا ساجي خاطر برشا كلام قاعد يتقال والحقيقه مانيش عارفين كيفاش نتعاملوا مع الموضوع. انا فاتن فما حاجه حبيت أن اقولها لانه الناس الصغار عندهم تفهم نفسيه الصغار عندهم حب الاطلاع تقول له كاس هذاك ما تمسوش يمسوا يولي يمسوا عندهم حكايه العنايه هذه ماذا بيك معناتها تتعامل معاهم بالطريقه هذه والحاجه الاخرى راهو ما تنجمش تنحي التليفونات الصغار ما تنجمش تنحي الكونيكسيون راهو ما يكونكتيش في الدار يكونكتي بوبلينيت تليفون تاع واحد صاحبه فلذا اعطيهم الحلول البديله مثلا الماسنجر ما يدخلوش فما حاجه اسمها ماسنجر كيدز اليوتيوب ما يدخلوش فما حاجه اسمها يوتيوب كيدز ثم لو كونترول بارونتال معناها مراقبه نتاع الاولياء ثم لوجيسيال معناها يعتمدوه حتى لبرا ما عادش انا في تونس الحقيقه نحسوا في تونس ما عندناش الرقابه ذي على الحواسيب نتاعنا ولا الرقابه الرقميه كما قال محرز اما هذه راه ما فيهاش مشكله لبرا تلقى عاملين كونترول بارونتال دي لوجيسيال اللي يعملوهم صغيراتهم في لي بيسي نتاعهم موجودين حتى في تونس يمكن الاولياء مش الكل يستعملوا فيها فما اللي شكون يدخل بالطريقه الكلاسيك يرجع للهيستوريك ويقعد يشوف فما اللي ما يعطيه مثلا يكونكتي كان بحذاها وكيبدا يغزر له على عينيه يشوف حتى اللي باش يمشي البوبلينات بحذاها عباد يظهر لي وبحذاها ناس ما نتصورش حتى لو كان باش يوصل الاستاد نتاع الانتحار باش يقوم يعملها في اون بلان بوبليك
ما تصيرش ديما اون فيرمي لحظه حتى في الحالات يقول لك يسكر الباب على روحه. تنحاول احنا كل مره كان فما هكا ابليكاسيون ولا جو ولا حاجه نتاع صغار نجم تعاون تو نحكيو عليها لكن بطريقه باش نعطيو البديل لانه معناتها راهو ما تنجمش تنحي له كونيكسيون صغير بالطبيعه ما تنجمش تنحي له تليفون ملي باش تحاول راهو بطريقه باخرى باش يحاول ياخذ تليفون ولا ياخذ تابليت ولا ياخذ بي سي ويعاود يكونيكتي ويعمل حاجه. فما حتى صغار عندهم تليفوناتهم تو معناها في برشا بلايص نجم تلقى حتى هو ما عندوش عنده زميل وعنده صديقه في المكتب عنده ينجم يشوف. دونك نردوا بالنا وماذا بينا اكثر كوميونيكاسيون على الموضوع هذا راهو معناها كما قلنا تو احنا الاعلام قاعدين نتكلموا اما نتكلموا نتناقشوا اما في الحقيقه ما نعرفوش هل انه لازم نحكيوا للصغار ما نحكيوش فما برشا جوانب يلزم اهل الاختصاص هما اللي يوضحوا لنا الامور هذه. هذه واحده من اهل الاختصاص اما الشيف ظهر لبرشا ناس الشيف الكونفلي صادم 80% ماذا بينا كان نعرف مدام على اي اساس الرقم هذا خرج 80% هل انه عندها هي عينه معناها خدمت عليها تنجم تكون من 200 طفل قالت 80% من 200 طفل هذوما ديما نوضح ونحدوا 80% مش متوانسه الكل والمصغيرات الكل معناها في تونس. مازال عندنا حاجه حسين هذا اهم الاخبار اللي موجودين واضح به شكرا لك ابرز اخبار السيد دخل راسه في الجيش به نمشي لاخبار الطقس نكمل على نفس الوتيره الايجابيه ممكن نحكيو نرجع شويه على الامطار اللي سجلناها البارح واللي كانت في الشمال محليا في الوسط والجنوب والبارح الكميات تقريبا كانت من مليمتر ل 11 في بنزرت في تونس العاصمه امطار وصلت ل 16 في نفزه من ولايه باجه 15 في تبرقه من ولايه جندوبه تقريبا سجلنا 8 مليمترات ايضا بالكاف بالقلعه الخصبه بقلعه سنان 6 في كسره من ولايه سليانه امطار كانت من مليمتر الى مليمترين بزغوان امطار محليه في قليبيا مليمتر وحيد بالنسبه للمناطق الوسط اعلى كميه مبدئيا كانت 7 مليمترات بتالا من ولايه القاسرين كانت تقريبا من مليمتر الى 3 مليمترات بسيدي بوزيد وبصفاقس تقريبا الكميات كانت من مليمتر الى 3 مليمترات. اليوم ما زالت الوضعيه الجويه ملائمه لنزول الامطار هي تقريبا الامطار بدات في الساعات الاولى للنهار في المناطق الغربيه للشمال والوسط معطيات ممكن ياكدها لنا تسلسل صور القمر الاصطناعي نجموا نلاحظوا تقريبا طقس اليوم باش يكون احيانا كثيفه سحب وفما منخفض معناتها الضغط الجوي شمال بلادنا هو اللي ان شاء الله باش يساهم في هبوب رياح قويه. وضعيه جويه طيبه اليوم الوضعيه باش تكون ملائمه لنزول الامطار باغلب الجهات ونتوقعوا حتى تراجع مرتقب في درجه الحراره ان شاء الله باش نكونوا معنيين بوصول كتل هوائيه بارده. فيما يخص الحراره القصوى اليوم نتوقعوا نزولها الى 7 درجات في القاسرين نتوقعوا 9 في سليانه 10 في الكاف 12 درجه في باجه 13 في جندوبه في بنزرت وايضا في تونس الكبرى 14 في نابل 12 في زغوان بالنسبه لجهه الساحل سوسه المنستير والمهديه 14 درجه نتوقعوا 10 بسيدي بوزيد 13 بالقيروان بمناطق الجنوب نتوقعوا الحراره القصوى باش توصل ل 15 في صفاقس 12 في قفصه 17 في توزر 18 بالنسبه لقبلي 18 درجه بقابس 19 بمدين و20 بتطاوين. ردوا بالنا ان شاء الله نتوقعوا حتى تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربيه لبلادنا بالنسبه لليله وحتى صباح يوم الغد ونزول امطار نتوقعوا الامانه باش تكون كميات كبيره وعمليه محاكاه ممكن بالنسبه للامطار خلال يوم الغد من خلال الصوره اللي قدامنا الصوره هذه ممكن معطيات جينا من النموذج الامريكي نتوقعوا امطار هذه باش تكون مؤقتا رعديه وكميه طيبه ليله خاصه في ولايات الوسط سيدي بوزيد صفاقس قابس مدين ان شاء الله باش نسجلوا كميات تتجاوز ال 20 ملم بالعديد من الجهات نتوقعوا حتى تساقط البرد باماكن محدوده مرور التقلبات هذه باش يكون مرور سريع غدوه تتواصل الامطار ممكن في السواحل الشرقيه وحتى في الشمال استقرار نسبي نهار السبت وعوده الامطار ان شاء الله نهار السبت العشيه في الليل ونهار الاحد الصباح مع عوده ايضا انخفاض في درجات الحراره ان شاء الله هذه كلها مؤشرات باهيه نكملوا بها الاسبوع نتاعنا وربي يرحمنا بالغيث النافع. ان شاء الله شكرا لك محرز هذه كان تحويل الطقس للويكاند دونك احنا كملنا الجزء الاول مع الشله نتاعنا بالنسبه للاكتواليتي باش نبداو في فقراتنا بعد شويه لكن نقترح عليكم تسمعوا معنا زهيره سالم مرجينا يا مريجنا عاد هي تقول مريجنا يا مرجينا ثم نرجعوا. Yeah.
رجعنا معكم للبلاتو، بحثينا مدام ريم كما العاده هكا شويه حويجات ديزاستوس للصغيرات، كيفاش نتعاملوا معاهم، كيفاش تكون التربيه السليمه ولا التربيه السليمه. احنا اليوم اخترنا موضوع اكيد فما برشا عائلات فيهم التويمه، برشا ناس تحب التويمه، كيفاش نتعاملوا معاهم؟ كيفاش يكون التعامل ما بين الواحد والثاني؟ هل كيف كيف؟ هل صحيح اللي نعملوا فيها احنا نلبسوهم كيف كيف؟ نهزوهم لنفس الكلوب، يقراوا في نفس القسم، في العيد تلقاهم الزوز نفس الحوايج، وحتى في خارج العيد زاد تلقاهم بنفس الحوايج. دونك اكثر تفاصيل مع مدام ريم. صباح النور مدام. صباح النور. صباح النور. الحمد لله. دونك اليوم اخترنا باش نحكيوا على التويمه، وقلنا من الاول انه فما برشا عائلات فيهم تويمه، اما مش ديما نعرفوا كيفاش نتعاملوا معاهم. هل زوز صغار اللي يتولدوا فرد وقت ويتولدوا تقريبا في نفس الظروف في العائله، هل بالضروره يعيشوا ديما نفس الحكايات والتصويره النمطيه اللي عندنا على التويمه نطبقوها فيهم هما؟ موضوع تري هام جدا، على خاطر احنا الاولياء والام والاب احنا نختاروا شنو نعملوا مع صغارنا. خذينا العاده انه كي يبداو تويمه يبداو كيف كيف، حتى يبداو ما يشبهوش لبعضهم ولا ما همش فري جيمو، احنا نلبسوهم كيف كيف. اول حاجه اسهل وبلو براتيك، معناتها نمشي المجازان ناخذ من نفس التاي نفس اللبسه، وبشويه بشويه زاده باش نزينوهم ونراوهم هكا كيف ما زوز تصويرا نحبوها تصويرا مزيانه وايديال. دونك نرجعوا ديما كيف ما حكينا المره اللي فاتت انه هذاك حتى وكان هما زوز تويمه ما همش اوبليجي باش يكونوا مع بعضهم وكيف كيف بالضبط بالضبط، على خاطر كل واحد شخصيته حتى لو كان هم تويمه. ودايوغ ديما تلقى في التويمه فما واحد افيق من الاخر وطاغي عليه، وديما فما اللي عاقل وشادد بقعته وما يخليلوش الوقت. دونك مهم جدا ان نتعاملوا معهم كشخصين كل واحد وحده. في اللبسه والكل نجموا معناتها نلبسوا كل واحد لبسته من الاول، ما فماش علاش باش نبرمجوهم هالبرمجه هذيا ومن بعد كيف يكبروا شويه نوليو نقولوا ليه هما يتعاركوا. دونك هكا اسهل لي، خذ لهم كيف كيف باش ما عادش يتعاركوا. لا ما يسالش حتى راهو في مره اثنين كي نفهموهم ولا كيف نخليو كل واحد يختار ستيل نتاع حوايجه، وينجم واحد يحب سبور وباسكيت، وواحد يحب كوستيم كرافات، معناتها كل واحد وشخصيته بالضبط. العاقل هذاك ما ينجمش يكون لابس، خاطر راهي اللبسه الغفلات الشخصيه نتاعنا زاده والاختيارات نتاعهم هما. دونك الصغير اللي كي عاقل الرايد ما نجبروهش باش يلبس حاجه هكا ياسر سباغ وكل، على خاطر سي كونتراديكتوار وتاثر فيه راهو حتى من بعد يكبر ويقول لك انا قد ما حبيت نلبس هكا ولا حبيت اللون هذاك، واما معناتها يفرضوا علي حاجه اخرين. فوالا. هذا بالنسبه للاختيارات هكا في الشكل في اللبسه في غيره. اما بالنسبه مثلا للقرايه، هل من المستحسن يكونوا مع بعضهم فرد قسم، والا احسن انه يكونوا كل واحد وحده حتى كل واحد يكون عنده حياته شخصيته صحابه؟ هو احنا هوني دور الام والاب هو كما قلت انا التأطير. مع عمرنا ما يلزمنا نفرضوا على صغارنا مهما كان تويمه ولا مش تويمه، اي حاجه حسب اللي احنا يساعدنا. وكيما زيد نكملوا اسهل ان نحطوهم فرد قسم، نعرفوا الدروس شنو ما نعرفوا الادوات شنو، على كل واحد صحيح كل واحد يعاون الاخر. وكل اذا كان ما تطرحش مشكله الحكايه والصغيرات الزوز مرتاحين ومثبتين اللي هما معناتها ما عندهمش حتى مشكله ان يكونوا مع بعضهم، ما يسالش علاش لا بقيتو خوات وكل لحمه هذيك راهم تويمه سختو سبيسيال، معناتها يحسوا ببعضهم عن بعد. تلقاهم واحد من بعد حتى يكبروا واحد يعيش في بلاد وواحد في جزب واحد يتضرب بالاخر يطلع له بلو في يده. معناتها عملوا دي زيتود وعملوا دي معناتها دي زيميسيون اللي معناتها حاجات ربي سبحانه ما عندهاش حتى تفسير. دونك ما يسالش ما فيها باس، مش باش نصعبوا كل شيء ونقولوا لا ويلزم، ما فما حتى شيء يلزم ولا ما يلزمش. المهم ان نسمعوا هكا زوز تويمه ونحكيوا معاهم الزوز كزوز اطفال ابارونتيير، معناتها كل واحد وحده، ونسمعوهم اذا كانهم هما يعاونهم ويكونوا مع بعضهم وفما كومبليسيتي بيناتهم وتشجعهم الحكايه وتقدم بهم القدام، علاش لا؟ مش معناها ما فماش قاعده مسطره، فما كابخكا كل واحد وشنو هو وضعيته. هو راهو في التربيه ما فماش قاعده مسطره، حتى وكان نقرا ونتثقف ونسمع وما يسالش هذاك الكل باهي باش يعطينا معلومات، اما من بعد ماهيش نفس المعلومات تطبق على الصغار الكل هكا تك 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 يلزمهم. لا لا لا، احنا نقرا باش نتثقفوا باش نعرفوا افكار جديده، فما اللي يمشي مع صغيري وفما اللي ما يمشيش مع صغيري، فما اللي يمشي مع التوأم نتاعي
نتاعي، فما اللي ما يمشيش معناتها. المهم اهم حاجه الام هي راهو والبو كيبداو مع بعضهم يتشاوروا مع بعضهم يحكيوا على صغارهم، يعطيوهم وقتهم باش يشوفوا شنو اللي يساعدهم شنو اللي ما يساعدهمش، ويستشيروا الصغيرات هذوك وقت القرايه عمرهم 6 سنين معناتها، هما يفهموا يعرفوا شنو كان قالوا اي نحبوا مع بعضنا، زيد نحاولوا باش هكا نقدموا في الديسكوسيون، خاطر الصغير ينجم يكون زاد باغ فاسيليتي هو تربى هكاك كيف 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 كيف. وزاد يمكن سامحني ريم يطلب اكثر مجهود من الوالدين، سي فغي هي متعبه الحكايه انهم مثلا يكون يهز صغير الكلوب اسهل له انهم يهزهم من نفس النادي باش يعملوا نفس الاكتيفيتي، هو اللي شوف هذا شنو يحب وهذا شنو يحب، واكثر مجهود منك انت باش تولي تمشي دوبل معناها الوقت دوبل وتخصص اكثر وقت، اما على الاقل يعمل حاجه يحبها مش حاجه انت اسهل لك تفرض عليها وانهم يكونوا مع بعضهم. والنتيجه راهي تكون خير، تجيني انا في تعب من الاول العوامل الاولانيين، اما من بعد النتيجه تكون ارتح وخير لزوز، خير من التراسيل نهز فيه البيدوبسيكياتر ولا نهز فيه طبيب معناتها باش نصلحك الغلطه اللي انا غلطتها ويقول لي حقك مدام فرقت بيناتهم ولا حقك هذايا كلكو سوا كيما نقولوا التوامه ولا زاد اللي على رؤوس بعضهم. باش نسالك انا فما برشا عائلات تلقاهم عندهم صغار على رؤوس بعضهم يتعاملوا معاهم كانهم توامه. بالضبط يبداوا لابسين كيف كيف حتى يبدا بيناتهم عامين يسخايلوهم فرد عمر يسخايلوهم كيف كيف نفس هذاك احنا نفرضوا على صغارنا معناتها الجانب التسهيل معناتها انا نلبسوهم كيف كيف انا نشريو لهم نهزوهم فرد بقعه هذيك ساعات صغار هو يحب فوت وهو الاخر يحب تياتر لا 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 عيش ولادي اختار وحده تحبها حاجه وحده تفهم ما عادش تفقد قيمتها الاكتيفيتي هذيك على خاطر هي الاكتيفيتي باش تنمي الحاجات اللي عند الصغير اللي هي مش نفسها عند اخوه ولا عند التوأم نتاعو دونك فوالا جينا في شويه صعوبه من الاول راهو هذيك هي الاطفال وهذيك هي تربيه الاطفال يلزم شويه تضحيه نقول صعيبه لا بالعكس انا يلزم تقوم بدورك دور الام والاب يلزم يكون معناتها موجود باش الصغير يبدا مرتاح اصعب سنين هما 6 سنين الاولانيين دونك هذوك نعطيو فيهم وقتهم نعطيهم فيهم نسمعوهم كيما قلت لك ناطروهم مش نفرضوا عليهم هذيك اهم نخليو لهم حريه الاختيار نحترموا ارائهم اختياراتهم حتى وكان هما يغلطوا في اختياراتهم ما يسالش راهو يتعلموا منهم اما اموا جرب وحس روحه واختار حس روحه غلط ويصلح غلطه ويختار حاجه اخرى ما اهم وما اللي شفتوه في العمر الصغير معناها صغير مازال يلوج مازال يبحث على روحه مازال مش عارف روحه وين غرامه وشنو يحب يعمل اكثر يحب يجرب كل شيء ومن بعد وين يلقى روحه يقعد من بعد احنا هذاك دورنا ان احنا نقدموا له شنو فما حتى في الانشطه في القرايه في القصص في اللونغ في اي حاجه فوالا عايش ولديها وهذي ها وهذي نجربوا هذي ما يسالش حتى انت تجرب معاه وانت بيدك باش تكتشف حاجات في روحك انت زاده ما يسالش كي رجعوا معهم صغار وهذاك الاطفال شنو اللي يجيبون علاش الجد والجده يعاودوا يعيشوا كانهم تولدوا من الاول جديد مع احفادهم على خاطر يعاودوا يعطيوهم برشا هكا طاقه ايجابيه وبرشا حب وبرشا واحد اللي دونك ما يسالش نجرب مع صغيري يلا نشوفوا هذه يلا نعملوا هذه يلا بكل اريحيه وكل هكا بون فولونتي معناتها باش الصغير بشويه بشويه يولي يعرف شنو هو يحب ما ينجمش يقول لك انا من 4 سنين نحب موسيقى ما يعرفش حتى شنو معناتها هو باش يحبها ولا نحب مسرح ولا نحب ساعات الوالدين زاده تسمع لا لا يلزم ساعات الوالدين الغلطه اللي يعملوها خاصه في حكايه الهوايات الحاجه اللي هو يحبها يحب صغيره يعملها واللي ما عملهاش قبل سي فغي يحب صغيره هو اللي يعملها ياسر رانا نسوب بروجيت على صغارنا اكزاكتومون ونحبوا نعملوا الحاجات اللي والحاجه اللي خارجه توندونس تو مثلا نلقاو هاللي كلوب دو فوت هذوما موجودين باختو دونك ماذا بينا الناس الكل اولادنا كورجيه وسورتو تو الكوره ماشيه وبرشا فلوس دونك ماذا بينا نشوفوا اولادنا الكل يعملوا في الكوره وعندهم كارير وحتى اللي ما عندوش مواهب بالصيف يمشي كل جمعه يترينا وقتها راهو صغير هذاك علاش الصغار يوقفوا ساعات تقول الام جربت معاه كل شيء يعمل شهر شهرين ونخلص الدنيا الكل معناتها اكثر حاجه زاده تغيظنا نحسوا اللي احنا شنو خلصنا برشا فلوس خلصت وقداش من شهر ومن بعد بطل مانيش عارفه شنو نحب كل مره نجرب معاه يلزمها وقت لازم هذاك باش يجرب برشا ديزاكتيفيتي وخلي له الحريه اللي هو في الوقت في الاختيار اذا كان باش تفرض عليه اي حاجه بعد شهر شهرين باش يقلق ويكيكس وحتى وكان يمشي ما عادش عنده حتى ما يتعلمش خاطر ماهوش يعمل فيها بحب الحكايه صحيح كيف يتسكر الصغير ما حدش يحب يقبل ما ينجمش ما عادش ينجم ميرسي بوكو ريم يعطيك الصحه دونك هذا كان حديثنا اليوم على الصغار كيفاش تكون التربيه السليمه بالنسبه للتوامه والا زاده للاخوه اللي يكونوا على روس بعضهم نتقابلوا ان شاء الله المره الجايه في مواضيع جديده وهكا في كل مره نحاولوا نقدموا نصائح حتى تكون الحياه اسهل بالنسبه للعائلات وكيفاش نتعاملوا مع صغيراتنا. احنا مكملين معاكم شرجي التبسيمه زاد برشا انرجي لطفي بوشناق اسماء بن احمد ونمشيو نسمعهم ثم نرجع.
عيش ايامي لا تنقص فيها لا تزيد وافرح فيها حتى قبل ما يطل العيد عيش ايامي لا تنقص فيها لا تزيد وافرح افرح بيها حتى قبل ما يطل العيد وفي اللي تعدى زي تخمامك ما يفيد احسب روحك كاين انك تولدت جديد معكم محلي هالغنية ومحلي هالتصوير ومحلي هالامبيانس اللي في الغنية وقت اللي نشوفوا التوينسا امبليكي هكا في كليب تحسوا ناتشورال برشا وتحس الموسيقى قديش تعاون في انه تشرجي التبسيمة وانه تكون فما ضحكة مزيانة عند التوينسا. مكملين معكم وحنا نحكيوا هكا على الضحك وعلى الجو، نقول لكم كيفاش نجموا في الويكاند تخرجوا تمشيوا تتفرهدوا في بلايص ديما نقولوها باقل التكاليف. ودبرت الخرجة اليوم كيما كل جمعة تكون مع سيرين. صباح النور سيرين. صباح النور. مرحبا مرحبا. وين باش تهزنا اليوم؟ اليوم باش نمشيو التستور بلاد المالوف والقرمود بلاد الرمان والمونة وريحة جدود. تستور بلاد الحزاب والحضرة والمشموم بلاد الجبة القشبية والمرقوم. تستور الخضرة المزيانة سكنوها البربر النوميديين الرومان والعرب وخلاو فيها آثار شامخة لليوم. أما شهرتها الكبيرة عرفتها في القرن السابع كي قرر عثمان داي والي العثمانيين في شمال افريقيا انه يوطن الموريسكيين والهاربين من محاكم التفتيش في تستور من غرناطة إشبيلية فالنسيا ومالقا وغيرهم وجابوا معهم حضارتهم وغرامهم وصنعتهم وحاولوا يبنيوا اندلس اخرى. طلعوا البنايات كتبوا لحنوا خيطوا صنعوا علموا وتعلموا وبنوا اشهر معالم تستور اكيد اللي هو الجامع الكبير اللي بناوه بطريقة إنه كل شوارع المدينة تهزلو. للي حل الأندلس وأيامها ويحب يعرف الناس كيفاش كانت تعيش
ما عليه كان يزور تستور اللي لليوم يعيش فيها 80% من الأندلسيين وفخورين ومحافظين على تراثهم. تستور زاد بلاد المالوف، بلاد الطاهر وزيد غرسة وحبيبة مسيكة، بلاد نعورة الطبوع وقويل الرمان وريحة الياسمين والأجبال الدايرة بها وسيطرتها، ومن هنا جات تسمية اسم تستور. تستور بلاد مشكل بلدان الكل، هي حاجة خارجة على التاريخ وعجيبة من عجائب الجغرافيا. يلزمكم إذا كعليش يلزمكم تكتشفوها وتزوروها. ميرسي بوكو. دونك هذه كانت دبرتنا للاسبوع هذا. تستور اقتراح حلو برشا، باش الناس الكل تنجم تخرج، عندكم فكره هكا وين تنجموا تعديوا للويكاند، وين تنجموا تهزوا صغيراتكم تشوف اماكن جديده في تونس هكا تعطي أو سيلين من خلال التصاور اللي نشوفوها كما قاعدين نشوفوا ديما. معناتها كي نحكيو على معناتها بلايص في تونس كيما هكا نقولوا الخضار، نقولوا كيما قلنا الجمعه اللي فاتت زاد ريحه هواء صافي ونظيف، بعيد على الجوج ما نتاع السيركيلاسيون والعاصمه والضغط والخدمه وكل شيء. معناتها واحد ينسى كل شيء في ويكاند في بلاصه كيف من هكا كيما قاعدين نشوفوا هكا برشا زيت الزيتونه زاده هكا نشوفوا جامع ذا جامع الكبير برشا برشا حاجات معناتها تخلينا متشوقين انه نزوروا بلايص كيف من هكا نبدلوا فيهم الجو ونمشيو نهزوا صغيراتنا نهزوا العائله وكيما قلت انت زاده نهزوا ماكله من الدار. معناتها مش لازم نمشيو ولا نشريو من غاديك حاجه هكا بسيطه بحاجه صغيره حتى بالكهرباء في الثنيه. معناتها واحد يبدا يشوف في حاجات معناتها يقول وقتاش باش نوصل باش نزيد نشوف اكثر. معناتها ماذا بيه حتى ثنيه تطويل والوقت يزيد يطويل باش يزيد يشوف اكثر مناظر طبيعيه كيما اللي قاعدين نشوفوا فيها. باهي احنا في كل مره باش نحاولوا نزيدوا برشا فقرات جديده في ليميسيون. دونك من الفقرات اللي تقترحها علينا سيرين هي سكسيس ستوري قصص نجاح، باش المره هذيا احنا في كل مره يكون عندنا في البلاتو قصص نجاح ومن بعد يكون عندنا ضيف زاده نخليه لكم سوربريز. ناس من ضعف تصنع قوه وتحقق نجاحاتها كل واحد في مجاله. اما انت سيرين في كل مره باش تقترح علينا فقره مصوره فيها نجاحات من العالم. من العالم بويسك احنا عندنا توانسه يحضروا لهنا معنا في البلاتو يحكيوا على نجاحاتهم وقصص النجاح نتاعهم منين بداوا لوين وصلوا. قلنا علاش ليه ما نعملوش حاجه في العالم باش العباد تزيد تعرف. مثال نشوفوا شريكه ولا حاجه هي كيفاش اليوم الارباح نتاعها، علاش ليه ما نعرفوش القصه نتاعها منين بدات باش وصلت للحاجه هذيك. تبدا من الصفر نلقاهم اليوم شركات عالميه موجودين في اكثر من بلاد. صحيح رؤوس اموال كبيره ميم حتى يبداو شبان وصغار في العمر معناتها تلقاهم معناتها ناجحين ودي ملياردير معناتها يستثمروا ويحاولوا انهم من حاجه صغيره معناتها يعملوا حاجه يحكي عليها العالم الكل. احنا اليوم عندنا قصه زاده سبيسيال بصراحه انا كي نخدم فيها قلت معناتها ما حقنيش نخدم فيها في الليل انا وقتها وقاعده كي نشوف شنو باش نعمل شنو باش نكتب نص لازم يكون فيه معناتها برشا حاجات ما نكونوش معناتها نكونوا لخصنا كل شيء في حاجه صغيره. قلت اشتهيت الحاجه اللي انا نحكي فيها بالحق. شهيت حاجه تتاكل حاجه تتاكل قصه نجاح نتاع انسان عمل حاجه بنينه برشا اللي ما نصورش كان فما حد معناتها ما يحبهاش ما ياكلهاش. باش نشوفوا قصه نجاح شركه اللي هي تويكا عندها 8000 فرع في العالم اللي وصلت له اليوم. مش باش نعطي برشا تفاصيل باش نخلي المشاهدين يكتشفوا شنو هي القصه هذه. قصه نجاح باش تجينا من الولايات المتحده الامريكيه. نشوفوا صاحب الشركه هذه كيفاش بدا ولوين وصل. وين وصل؟ باهي نمشيو نشوفوا الفي تي ار اللي حضرته لنا سيرين. دونك سكسيس ستوري هذه هي الفقره نقترحوها عليكم في كل اسبوع تشوفوا معنا قصه نجاح من العالم. ناس بدات بفكره صغيره كبرتها طورتها بحلمه وين توصل من بعد كما قالت سيرين. هذه نشوفوه مع بعضنا في الفقره هذه ثم نرجع. اليوم نحكيو على قصة راجل ما يعرفش الاستسلام، قصة راجل تحدى المصاعب باش يوصل لأعلى المراتب. توفى أبوه وهو عمره 4 سنين، فاضطرت أمه إنها تحطه في ملجأ للأيتام هو وأخوه في ولاية ميشيغان الأمريكية.
إلا أنه الفشل متاعه في الالتزام بالنظام داخل الملجأ أجبر الراهبات على طرده. وباش يوفر المال اللازم للالتحاق بالجامعة خدم كسائق سيارة نقل ودرس لمدة 4 فصول حصد خلالها درجات عالية، لكن الأجر من العمل متاعه كسائق ما كانش كافي، فقرر الالتحاق بمشاة البحرية الأمريكية وخرج منها بمرتبة الشرف. وادخر ما تحصل عليه خلال الفترة هذه في مشروع تجاري لم يحصد النجاح، لكن ما يأسش وقرر العمل كمشرف على توزيع الصحف اليومية. وعام 1960 عرض عليه خوه انهم يتشاركوا ويشريوا محل بيتزا صغير، وبالرغم من انه ما عندوش الخبرة في إدارة المطاعم وصنع البيتزا الا انه تعلم في ربع ساعة طريقة صنعها، وكان المشروع اللي فتح له باب النجاح والشهرة في عمر 23 سنة. لكن صعوبة التجربة في عامها الأول خلت خوه ينسحب وقعد هو عازم على الاستمرار في المشروع، وبعد تأخر سدد مستحقات العمال غاب اشترهم، فاضطر أنه يباشر العمل بنفسه وبدأت الأرباح ترتفع. فقرر أنه يشري زوز محلات أخرين، لكن واجه مشكلة مع المالك السابق للمطعم اللي ما سمحلوش أنه يستخدم الاسم في محلات أخرين واللي كان دومينيكس. فاقترح أحد العمال اسم دومينوس بيتزا، ومع تحسن الأوضاع اكتشف أسلوب الفرانشيز وصل عدد المحلات ل 44 محل، لكن تطبيقه للأسلوب هذا بشكل خاطئ خلته يخسر 51% من محلاته للبنوك المقرضة حتى لينخسر كل شيء. لكنه تخطى الأزمة بالصبر وبالعمل وعاود كون المحلات متاعه وطبق الفرانشيز مرة أخرى، ووصلت الفروع لليوم لأكثر من 8000 فرع حول العالم. هذا هو توماس مونهان، مؤسس دومينوس بيتزا، ثاني أكبر سلسلة المطاعم البيتزا في الولايات المتحدة الأمريكية، اللي اعطى درسه أنه لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. هذه كانت قصة نجاح لليوم. عاود في بيتزا وقيت فطور حتى هو. دونك هذه هي كانت الفكرة نتاعنا، انه نقترح عليكم في كل مرة ناس فكرة بسيطة بحكاية صغيرة تنجم تصنع نجاح. اليوم شركة هذه كما قالت لنا سيلين موجودة في أكثر من 8000 نقطة بيع موجودة عبر العالم، وهذه هي الفرانشيز اللي نتحدثوا عليها. دونك سيلين يعطيك الصحة في الفقرة هذه. نوعدهم انه في كل أسبوع باش نلقاو قصة نجاح قد تعطي فكرة قد تحرك فينا حاجة اللي في كل مرة نجمو نلقاو تونسي زاد علاش لي يكون عند في نهار من نهارات في برشا مجالات، يعني مش في مجال واحد. اي اكيد. شكرا لك سيرين، يعطيك الصحه. دونك احنا مكملين معاكم كما قلنا، موعدنا يتواصل حتى النصف نهار. نجدوا تحيه للناس اللي التحقت بنا توا، انتم تابعوا في برنامج في تونس الوطنيه الاولى والوطنيه الثانيه في بث موحد لبرنامجنا. دونك نقترح عليكم انه باش نمشيو في موضوع ما فماش فيكم شكون نهار ما يخممش انه ياخذ الترينو باش يمشي يخدم باش يمشي يحوس باش يزور العائله والا باش يتنقل من ولايه الولايه. اليوم نتحدثوا على المشاكل اللي موجوده في القطاع هذايا، السكك الحديديه والشركه الوطنيه. سمعنا برشا بركاجات، هل هي حالات صارت هكا نادره والا نتحدثوا على ظاهره؟ باش نتحدثوا بلغه الارقام مع ضيفنا سي حسين ميعادي مدير الاتصال بالشركه الوطنيه للسكك الحديديه التونسيه، بعد ما نشوفوا الفقره هذايا ثم نرجعوا للبلاتو. يومياً تتعرض تجهيزات الربط الخاصة بالإشارة الضوئية على خط السكك الحديدية الرابط بين تونس وبرج السدرية لسرقات متكررة للكوابل الخاصة بالإشارات الضوئية في منطقة جبل الجلود وبرج السدرية، بالإضافة لسرقة الإشارات الضوئية المتحكمة في سير القطارات، مما تسبب في اضطرابات على مستوى سير قطار الضاحية الجنوبية. الشركة تقول أنه إلى جانب الأضرار المادية للسرقات هذه ولكلفة الجهاز الواحد توصل ل 5000 دينار، فإن سرقة التجهيزات تمثل خطر على حياة مقترف الجريمة، خاصة في حال تغذية الخطوط الهوائية بتيار الـ 25000 فولت. توسكي اكيبمون متابع على سان سي اف تي، قاعدين كل عشيه كل يوم هذه السرقات قاعده تصير 24 اور على طول الخط الحديدي اللي يعني بارتو على الريزو كامل، فهمني؟
منهم ليكيبمون تاع 25 ميل اللي هو يخص البونليو سود تونس. المشكله اللي انه السرقات اللي تتمثل في حكايه بسيطه ما تسوى حتى شيء، يعني نتاع دينار نتاع ما تجيبلوش مونطون كبير، مي التصليح نتاعها يسوي مليارات. 85 انت كي تشوف اللي هذايا 85 مليون اور تاكس باش تصلح ديتك الديفو، باش تصلح الديفو، وهذا الكل باش ياثر على الفواياجور. باش يقول لك الفواياجور انا الترام ما جانيش في وقته، علاه الترام ما جاش في وقته، ترام بونليو، ترام لي غروند ليني، كل شيء هذا سويت لي زانومالي قاعدين يصيروا على الانستالاسيون فيكس نتاعهم. سرقات من شأنها زاد أنها تتسبب في تأخير تشغيل القطارات الجديدة المبرمجة على الخط هذا خلال فترة العودة المدرسية وتعطيل حركة سير القطارات، إلى جانب مشاكل أخرى يتعرض لها حرفاء الشركة داخل القطار كما البركاجات والسرقة، مما حتم تركيز كاميرات مراقبة على كامل قطارات الأحواز لعلها تكون وسيلة لردع المنحرفين ولضمان حق المسافرين في التتبعات العدلية. الكاميرا هي حل في كل مكان مش في الترام برك، على خاطر القضاء والتتبع القضاء يرجع كان للكاميرا، هي دليل وسند قانوني باش يتبع الجونات. اكيد يعني فما حاجه ما انت ادلك ما نقولوا انا باش بعدك تخو حقك وتلخى ما تعرف حتى شكون معناها اللي البراكيك وكل ما خيا حاجه باهيه. بالنسبه لي انا مثلا نقرا في برج صدريه، معناها البريود هذه كل تلقى برشا بركاجات كيف ما فزت طاهر صفار وقتها، ما معناتها عباد تخاف وليت خاصه التلامذه، كيف ما احنا نخرجوا الخمسه من برج صدريه نوصلوا لهنا من باس سته، ما واحد ولا يخاف، ما الدنيا تظلم وشتاء وكل برشا تلامذه ولات تخاف ولات تبطل حتى من القرايه. ظاهرة تفشات بشكل كبير ياسر، مش كيف الترينوات في وسائل النقل بصفة عامة، وظاهرة لازم الواحد يتصدى لها، خاطر بصراحة الإنسان في الوضع هذايا ما عادش يحس بروحه مرتاح جملها، معناها يعني الإنسان ما عادش ينجم يعني يخرج في أي وقت كما كان قبل اللي يحوس في أي وقت، ولا معناها حتى باش يخرج مع مرته ما عادش ينجم يدور، لازم يتوفر الأمر باش يوفر لنا شوية ضمانات، باش على الأقل نبداو مرتاحين الواحد، لأنه في وسائل النقل ولا الإنسان يخاف ياسر. كذا سواء في الترا ولا في المترو ولا في الكار ولا في اي وسيله نقل اخرى، وجود الكاميرا نجم يقلص من الظاهره هذه، باعتبار انه حتى مش يعمل بركاج يولي خاف، لانه نجم يتصور من بعد نجم يعني يقعد تتبعه فيما بعد يعني، لكن مش كافي. يبقى القطار وسيله النقل الاكثر امنا رغم الحوادث المترتبه عليه، فشركة تؤمن حوالي 5 ملايين مسافر سنوياً على الخطوط البعيدة وما يقارب 40 مليون بالنسبة للنقل في أحواز العاصمة. ويقدر أسطول الشركة التونسية للسكك الحديدية ب20 قطار معظمها متقادم، ما تكفيش عمليات الصيانة وحدها في المحافظة عليها، وإنما على المسافرين اليوم إنهم يعيوا بضرورة الحفاظ عليها كمكسب فرض أهميته في تونس منذ القدم.